فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو تشفع بجاهك، تشفع بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر في قضاء حاجة أخيك، أو تشفع عند غيره ممن عندهم الحوائج للناس كالموظفين والمدراء والأغنياء، فتشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة، فهذه شفاعة حسنة لأنها من التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قد قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، اشفعوا تؤجروا. الشفاعة الحسنة فيها أجر لما فيها من النفع للمحتاجين.